بالتكبيرات والدعاء استقبل المسلمون في تريشفيل عيد الأضحى المبارك، وهنا في المسجد الكبير أقاموا صلاة العيد. نحن سعداء للغاية، لقد جئنا لنكرم الدين الإسلامي ونقيم الصلاة، وبعد ذلك نذهب لذبح الأضاحي وتوزيعها، طبعا لمن استطاع لذلك سبيلا. كما يرجم الحجاج الشيطان بالحجارة، علينا أن نطرد الشيطان من حياتنا كما طلب النبي محمد من كل المسلمين. أجواء البهجة والاحتفال بالعيد تعم شوارع وتبرز من خلال ارتداء الرجال لباس الأبيض، فيما ترتدي النساء المزركش، لكن الفرحة بالعيد هذه يناغصها ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام. أسعار الماشية ارتفعت قليلا بسبب الأوضاع الاقتصادية، حيث نبيع الرأس بما يقارب 120 إلى 140 ألف فرنك، هذا يعتمد على الزبون وعلى الماشية التي ستباع له. أتيت إلى هنا لشراء الأضحية، صحيح أن السعر مرتفع مقارنة بأوقات أخرى، ولكن هذا متوقع بالنسبة لعيد الأضحى. أرى أن الأسعار مقبولة، علينا أن نحتفل مع العائلة بكل الأحوال. كل عام وأنتم بخير. علينا نحن أن نرحم بعضنا وأن نتعاون ونساعد الآخرين في عيد الأضحى، وعلينا أن نعين الفقراء الذين لا قدرة لديهم على شراء الأضاحي. هذا هو الإسلام. عيد الأضحى أو تباسكي كما يسمى في بعض البلدان الأفريقية، منها هنا في كوت ديفوار، عيد يحمل في طياته قيم التضحية والتواضع والتعاون والرحمة. يعمد مسلمو البلاد إلى تعزيز هذه القيم في رسالة إسلامية موحدة تبدأ من مكة ولا تنتهي في كوت ديفوار. علي مرتضى أبيجان، الميادين.